المشروع كله حوالي 200 مليار دينار، لكن كل العملية راح تكون بوسائل وطنية، وسائل تنتج في الجزائر من كابلات، من أعمدة، من وسائل أخرى اللي راح تخلينا ننجز كل العملية بالدينار الجزائري، بالسواعد الجزائرية، بشركات محلية وطنية وخاصة لإنجاز كل هذا المشروع. بيلوت مشروع تجريبي نموذجي مع شركائنا الألمان والفي مع سوناتراك، هنا في منطقة أرزيو، منطقة صناعية لأرزيو لسوناتراك، راح نقوم بإنجاز أول مشروع هيدروجين 2 في 25 ميجاوات، يعني 50 ميجاوات، اللي راح ننتجوا مشروع هيدروجين الأخضر تماما بكل المواصفات التقنية، وسوف ننتج هذا الهيدروجين الأخضر، نحوله إلى ميثانول أو أمونياك لنقله كأول تجربة نستعملها. هذا التجربة لاستفادة من كل تكنولوجيات، خاصة تأهيل إطاراتنا وفي هذه التكنولوجيا الجديدة. من بعد سوف يكون التفكير في توسيع عدة مشاريع للهيدروجين الأخضر، لأننا الآن احنا مندمجين في عملية كبيرة مع البلدان الأوروبية لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى البلدان الأوروبية عبر الكوريدور هذا الغربي، كوريدور الجنوبي، كوريدور سود، ليشمل ألمانيا، النمسا، إيطاليا، تونس والجزائر. مشروع هذا ضخم كبير، وإحنا الجزائر مندمجين فيه ونشاركوا فيه بقوة، وراح يكون لنا إن شاء الله بعد كل هذه التجارب مع شركائنا الألمان نبدأ في الإنتاج الفعلي للهيدروجين أكيد خلال 10 سنوات القادمة، يعني ابتداء من سنة 2035 نكونوا جاهزين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة وصناعية وننطلق في هذه العملية.